هلا بالدينيري قهوة العادة. هلا بس الدينيري. هلا بس يوسف. شنو جاي تتفقد تمش حاجة مش مطابقة للمواصفات؟ عادة الدوسيات توصل لي الغادي للبيرو. أما أنت كان عندك الكهويرة تحب تقول لي عليها يعني بعدك. عندي قول بنة بتاع ذكري. وش بيه؟ مغشوش جيب فيه كونتر. شو كنت في حجر يا ذكري؟ برا مش يخدم على روحك ولا تكرم ليك جماعة الصح. عادة كان بشو قلت لها بحكاية البن والكونتر يا رقوش كاملة توسكرها. أما أنت مبروك يا يوسف، أسمعت بيك لما وليك نسوي رقوج صرة سوارد. مش منها الحكاية اللي قالك يكذب عليك؟ مش منها، أنا نعرف البهيمة وين ترقد ذراعها. وقداش لموليك حثوال يكفوك شكاية كينزة ولا زوز كينزات للخدام. أما كثر خيرها وخيرك. هو راهو بالقانون هذوك راهو تخلص عليهم 20% ضريبة. أما أنا هاني مطفي الضوء عليك، توما حثوال زوز دورو وزيد الدولة تقسم معاك. كي هما حثوالة وزوز دورو يخلي الأمور تمشي وقوم بواجبك. أنت عطينا منحة، عطينا حاجة من الميزانية ما عندك. وانا منين جانتني الفلوس؟ بالك قالك علي أنا راقد على ميزانية. دي الميزانية باركة، ديني قلبي عليها مدريري رقوش، ديني أول واحد يحب المدرسة هذه تتبنى. واضح. أما أنت عادة كان الفلالة فلوس هذه تحب ترنتها صندوق متاع فلوس، ناني بحذك الليلة منظم لها قعدة. الليلة منظم لها قعدة عندي في الدار، سهرية للصباح والطريقة جايبين أرنب ناويين نتشاموا عليها. كنت عاد كانت تحب تجي تلعب وتدبر لها حويجة. لا تو نعاونك وجموش تيموش. الطريقة راك باش تلعب للمصلحة يا يوسف. ماك تحب تبني مدرسة، نجم الليلة تلم فليسات ما يبنولك مدرسة بدراراها. بطلت أنا القمار، ما عادش نلعب. كمل تفرج في بقية الحلقة حصرياً على نسمة بلاي.com.